مقتنعاً بأنه لن يتمكن من الخروج من الداخل، ينجرف أوزان في الشعور بأن انتظار أسلم سيكون عبثاً ويدعوها إليه. يطلب منها ألا تأتي مرة أخرى. تم تدمير حقيقتي. فاتح، المهووس جداً بأسلم، يلاحق رجلين بيرسين بسبب ما فعله بها ويخيفها. ثم يعلن حبه لأسلم، يقترح الزواج. عندما يرفض أسلم بشدة، تجعل سول الأمر مدعاة للفخر. يخبر ابنه أنه سيأخذ أسلم. ينزعج ياجز للغاية عندما يدرك أن إيلول كانت تساعد ملاك وتحاول أن تجعل ملاك وحبيبته. تجري إيلول اختباراً آخر لإثبات أن ياجز هو الأب الحقيقي للطفل. مقتنعاً بأنه لن يتمكن من الخروج من الداخل، ينجرف أوزان في الشعور بأن انتظار أسلم سيكون عبثاً ويدعوها إليه. يطلب منها ألا تأتي مرة أخرى. تم تدمير حقيقتي. فاتح، المهووس جداً بأسلم، يلاحق رجلين بيرسين بسبب ما فعله بها ويخيفها. ثم يعلن حبه لأسلم، يقترح الزواج. عندما يرفض أسلم بشدة، تجعل سول الأمر مدعاة للفخر. يخبر ابنه أنه سيأخذ أسلم. ينزعج ياجز للغاية عندما يدرك أن إيلول كانت تساعد ملاك وتحاول أن تجعل ملاك وحبيبته. تجري إيلول اختباراً آخر لإثبات أن ياجز هو الأب الحقيقي للطفل. يقوم بيرسين بتقييد يدي أسلم إلى كرسي في الشاليه وتشغيل الغاز وتركها تموت. أوزان ينتظر أسلم في يوم اللقاء، لكن بيرسين يأتي بدلاً من أسلم. راضية تعذب إيلول، يندفع إلى المهام الصعبة ويوبخ. يتصرف بشكل منافق مع عائلته. يذهب ياجز إلى مختبر الحمض النووي. يذكر الضابط أن هناك اشتباهاً في احتمال تغيير النتيجة. يحول ياغيز انتباهه إلى كوراي مرة أخرى. تحاول ملاك جذب الانتباه بحيل مختلفة. علمنا أنه وإيلول كان أصدقاء منذ المدرسة الإعدادية. لدى إيلول وياغيز الفرصة لمواجهة بعضهما البعض في المقهى حيث يتم قفلهما. بينما يدفع كوراي إيلول أكثر فأكثر إلى الزاوية، فإن حياة ياجز أيضاً في خطر بسبب اقتراب ملاك. نتيجة محاكمة أوزان تدفع كل من يحب أوزان، وخاصة أسلم، للبحث عن الأمل. ويتوقع أوزان نتيجة إيجابية من المحكمة وأنه سيتم إنقاذه. في هذه الأثناء، تبحث سولي عن طرق لإخفاء سلاح الجريمة في منزل مونتاز. راضية تحاول إدخال عفة إلى منزل نرمين بدور ملك. ينفد صبر ملاك المعجبة بياجز وتجعل راضية تشكك في قرارها. في نظر راضية التي ظنت أن ملك هي نرمين ابنتها، لم يعد لدى إيلول قيمة مالية بعد الآن. يبدأ في التخطيط لفصل إيلول عن أبنها وإرسالها بعيداً. يتلقى إيلول نتائج اختبار الحمض النووي. الطفل هو ابن ياجز، ولكن قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك، يتم اختطافه من قبل رجال عدنان. ياغيز يلاحقه. أسلم يختطف أوزان، ولا ينوي تسليمه إلى الشرطة. أصيب كان ونقل إلى المستشفى. بعد معرفة ذلك، يشعر أوزان وأسلم بالأمل، لكن شولي تقتل كان. المحقق الذي عينته نرمين يجد إيلول. غير مدركة أن نرمين هي إيلول، فهي سعيدة بالعثور على أبنتها. ياجز مصمم على جعل إيلول تقول الحقيقة. كوراي، الذي نفد صبره بسبب عدم قدرة ياجز وإيلول على الانفصال عن بعضهما البعض، مصمم على إثارة المشاكل. بينما يسحق أوزان تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها، يتواصل أسلم معها. مصير كان سيؤثر على مصيرهم أيضاً. عدنان يضغط على إيلول بسبب دينه لإحسان. من ناحية أخرى، تشعر إيلول بالإحباط بسبب ضغط كوراي وتذهب إلى العيادة لإجراء اختبار لمعرفة من هو الطفل حقاً. وبعدها، توصل ياجز إلى نتيجة مفادها أن الطفل قد يكون طفله، وليس طفل كوراي، بناء على اختبار إيلول. فاتح يحبس أوزان. أوزان، الذي يعتقد أن كان قد اختطف جولد،
يتصارع مع كان وشولي يطلق النار على كان من مسافة بعيدة. يعتقد أنه أطلق النار على أوزان كان بنفسه. يبحث أوزان عن طرق لجعل أسلم يسامح نفسه، ومع ذلك أسلم ليس لديه أي نية لمسامحة أوزان. عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يوشارن يحتاج إلى خطة جديدة. بينما يعاني ياجز من ألم إدارة ظهره لعائلته، تأخذه إيلول وعائلتها تحت جناحهم. إيلول يقترض المال من أحد المرابين، يدفع المال للمستشفى ويخضع يوشار لعملية جراحية. الجراحة ناجحة نتيجة لجهود ياجز في ملاحقة الشخص الذي ضرب يوشار. تؤدي الصدارة إلى عدنان. تم القبض على عدنان أمام أعين ياجز. كوراي يهرب. يحاول أوزان إقناع كان بالتحدث، لكن قبل أن يتمكن من الحصول على أي بيانات عن فاتح، يتدخل فاتح في الموقف. بيرسين يعاني من النزيف. أوزان يجبر أسلم على ركوب السيارة. يفتقد. مع اقتراب يشار من الموت في كل دقيقة، تحاول إيلول دفع تكاليف جراحة والدها. من ناحية أخرى، يحاول ياغيز العثور على آثار السيارة الزرقاء التي صدمت يوشار. يتخذ أوزان الإجراءات اللازمة لمعرفة من قام بإعداد اللعبة التي تسببت في انفصاله عن أسلم. تعود ذكرى جولد وتخبر أوزان أن أسلم بريء. يجد بيرسين الرسالة التي تركها كان على باب أسلم. يوشار في المستشفى. يقول الطبيب إن الأمر يهدد الحياة وأن العملية الجراحية تحتاج إلى 300,000 ليرة. تقول إيلول إنها ستجد المال. يذهب ياجز إلى مكان الحادث ويجد الطفل الذي أخذه يوشار إلى إيلول ويعطيه إلى إيلول. عندما تعلم إيلول أن والدها قد سامحها، تجد السلامة ولو مؤقتاً. بينما تنتظر بيرسين زواجها من أوزان بفارغ الصبر، يسعى أوزان للحصول على رسالة غير متوقعة. هل سينتصر يوشار في معركته من أجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له؟ فهل سيحقق كوراي الذي تركها وسط الشارع هدفه؟ بعد أن يخسر عدنان القضية، يقرر قتل يوشار الذي يحمل له ضغينة. قام بتعيين كوراي لهذا الغرض. على الرغم من أن كوراي لا يريد ذلك، إلا أنه مجبر على فعل ما يقوله عدنان. يضرب يوشار بسيارة. يترك كان رسالة مجهولة المصدر على باب أسلم. يجد أوزان هذه الرسالة التي تفيد بأن كان آسف جدا وأن أسلم بريء، لكنه لا يستطيع أن يفهم من تركها. بيرسين مستعد للزواج. تشعر جولد أن